وكمان مسرح أوبرا الإسكندرية، فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيي حفل اليوم الساعة 8 بمشاركة الفنان محمد محسن. في هذا الصباح ما زالت مستمرة، والقادم المواطن المصري شخصية اليوم حارس معبد القرن. الحقيقة بنلقي الضوء طبعا على شخصيات بتكون يعني شبه مش معروفة في المجتمع، بنشوف تفاصيل حياتهم وأبرز الدقائق الخاصة بهم اللي بيقضوها منذ سنوات طويلة. المرة دي حارس الكرنك مع حضراتكم في المواطن المصري، نتابع. يا عمون وعمي رمسيس، احنا الفراعنة، نحن الحضارة، يعني احنا الحضارة، كل العالم بيتعلم مني، نحن الحضارة. انا اسمي محمد حامد عبد القادر، حارس في معابد الكرنك، بقالي 17 سنة وأنا حارس في معابد الكرنك. مبسوط الحمد لله إن الواحد يقضي اليوم كليته هنا، ونحافظ على الأثر، والسياح مبسوطة من عندنا برضو، الناس بتمشي مبسوطة من عندنا، وإحنا برضو أي ناس مصريين بنتعاون معاهم، بنقول لهم يا إخواننا الأثر كده، ما حدش يقول على الحجر، ما حدش يمس الحجر، لأن دي حاجة تاريخية لها 7000 عام يعني. فبنحافظ عليها الحاجات دي، والناس برضو بتجينا من آخر البلاد عشان تشوف الحاجة اللي عندينا. إحنا اللي علمنا العالم كله الحضارة، اللهم لك الحمد، الواحد بسط يعني. بنجي من الساعة 6 الصبح لغاية المغرب، وبنقعد ثاني يوم بالليل، مش بنمشي من المعبد بالليل وبالنهار، الساعة 2 بالليل، الساعة 3، الساعة 1. أول ما بنجي بنحضر الوردية اللي هم الحراس اللي هم الغفر الخصوصيين، وبعد كده نمر عليهم ليكون في حد عنده حاجة، حد تعبان، حد بتاع. بالليل وبالنهار برضو بنمر على الدركات، لأن برضو الغفر أخواننا، إحنا منهم وهم مننا يعني، إحنا برضو لو رحنا ولا جينا برضو غفرة، مش كليتنا واحدة يعني، متعاونين مع بعضين. وبنقضي اليوم أو الليلة ومرتاحين، والناس مش عاوزة تمشي من هنا، سوى الغفير ولا الأمن ولا، مش عاوز يمشي، عاوز يقعد يقضي اليوم كله هنا. بندور على المال، الشغلة بتاعتنا دي ما تتقدرش بمال يعني، فاهم؟ احنا عندنا ثلث اثار العالم يعني، العالم كله بيجي عندنا، احنا اهم حاجه الاثر عندنا، نبغى نحافظ عليه لعيالنا وعيال عيالنا. نعمه من عند الله ان احنا اشتغلنا هنا في المعابد،
كل يوم سياح، كل يوم سياح، وزي ما انت شايف البلد بقت تمام يعني، والعمليه مشت والسياح كتير. على مدار 24 ساعه واحنا شغالين، حدش مش بنسيب المعبد واصل. عندنا معبد الكرنك، عندنا معبد المدمول، عندنا معبد اسمه معبد الملك مول، ابنها الملك خنسو، من طريق الكباش، من طريق الكباش وجاي عندنا، كل ده تبعنا. من بيكون في يعني زباين انجليزي بتاع، انا عارف نكلمهم يعني الماني فرنساوي، يعني كل البلاد كلها ناس محترمه وناس صبيه وناس بيمشوا مبسوطين واخر تمام يعني، سواء الماني انجليزي فرنساوي طليان اسبان روس صينيين، كلها ناس دي كويسه يعني. وبيقولوا هم ماشيين يقولوا حناجي تاني برضه حناجي تاني لمصر. فيش يعني سايح بيشتكي ولا سايح، هو ماشي بيقول انا جاي تاني يعني، ازاي اللي حيقول انا في مشكله حصلت ولا بتاع؟ كله متعاون، الحراس، الامن، كله. رجعت السياحه الأول كانت يعني أخذت لها شوية أيام كده، لكن دولك الحمد لله أي حاجة بنلبيها لهم، أي حاجة. الأولاد إن شاء الله حنخليهم إن شاء الله يتعلموا، وبعد ما يتعلموا يخشوا في الكلية هنية الآثار عشان برضو يطلعوا زينا، ما حدش يروح أي شغلانة برا، كلهم يشتغلوا إن شاء الله في الآثار سواء الأولاد أو البنات، عشان إحنا يعني زي ما تقول إحنا مسؤولين على الآثار وعلى الحماية بتاعتنا، فالأولاد بتاعتنا إن شاء الله تطلع زينا يعني. مستمرين في أخبارنا النهاردة، أخبارنا الصباحية، لكن هذه المرة حول عدد من الشركات الخاصة وقطاع الأعمال أقامت معرض الدولي الثاني لتكنولوجيا إعادة وتدوير المخلفات بحضور عدد كبير من الخبراء والمستثمرين في هذا المجال. في الحقيقة هناك في استفادة كبيرة من المخلفات، وفي ناس وفي دول بتقوم عليها هذه الصناعة بتوفر دخل كبير جدا، لكن ربما تكون محتاجة تكلفة كبيرة. كمان في معوقات بتقابل العاملين في هذا المجال، أكيد التقرير ده هنشوف فيه المزيد من التفاصيل حول المخلفات والمعوقات أيضا الخاصة بالعاملين فيه. في إطار فعاليات أسبوع التنمية المستدامة المصري، عقد المؤتمر الدولي لتكنولوجيا إدارة وإعادة المخلفات، وعلى هامشه تم افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا تدوير المخلفات. كل المعرض النهارده بيتكلم عن المخلفات الزراعيه والصلبه والورق والكرتون والمعادن، كل انواع المخلفات، حتى الصرف الصحي بيطلع منه دخل قومي. النهارده حتى النهارده شوف المنتجات اللي عندنا النهارده في المعرض، من اول خطوط زراعيه اللي عمل الفلاح الصغير لغايه ما يجي هنا هو بيتكلم على قش الرز، حطب القطن، كل المخلفات الزراعيه دي كلها مفيدة للبلد. المؤتمر ناقش سبل الاستفادة من المخلفات، كما تطرق إلى المطالب التي عرضها ممثل الفلاحين والعقبات التي تواجههم أثناء تدوير المخلفات الزراعية. احنا محتاجين فعلا هذه المكانات اللي هي فرم المخلفات وتدويرها والاستفادة منها وعدم قضايا بيئية لمصر كلها وللفلاح، ولكن يبقى عندي فن بس، أو مع البروتوكول اللي نعمله مع وزارة البيئة يطلع فني يشرح الفلاح كيف يدير هذه المكانة. تاني حاجة ان الفلاح، في فلاح عنده فلوس ممكن تتعامل شركة مساهمة صغيرة عشان ياخدوا ماكينة، او ممكن يبقى في خروج عن طريق البنوك عشان نسهل ازاي نفعل هذا الموضوع في الفترة القادمة. المعرض معرض جميل بصراحة يعني، وفي حاجات كتير جدا تفيد الفلاح المصري،
واحنا جايين النهارده كنقابه فلاحين وجميع نقباء فلاحين جمهوريه مصر العربيه، جايين النهارده نتعرف على الشركات وبحيث ان احنا نفعل موضوع تدوير المخلفات في جميع المحافظات. المعرض الذي تم افتتاحه على هامش المؤتمر يضم أكثر من 120 شركة للتسهيل على العاملين في هذا المجال ولمعالجة الصرف الصحي والصناعي في كل محافظات مصر، حيث يشمل على معدات حديثة تساعد على اتباع الطرق الآمنة لإعادة تدوير المخلفات ولتحقيق الاستفادة القصوى منها. معرض يعكس ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في قطاعات إدارة وتدوير المخلفات، سواء أكانت صلبة أم زراعية أو مخلفات الهدم والبناء، ولاكتشاف الطرق الحديثة في مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي. من مقر المعرض ولاء الحديني، النيل. الحقيقة في معاناة كبيرة جدا لأشقائنا اليمنيين والأطفال على وجه التحديد في اليمن بسبب الحرب الدائرة هناك والاختلافات الكبيرة ما بين القوى السياسية، لكن اللي بيدفع الثمن هو المواطن البسيط والأطفال والشعب الأعزل هو اللي يدفع دايما تفاصيل وفاتورة الحرب الدائرة. أكيد الفن هو خير تعبير عن المعاناة اللي بيشوفها الأشقاء اليمنيين والأطفال على وجه التحديد. 400 صورة بتشوف مدى المعاناة اللي بيعيشها الشعب اليمني الشقيق. وأفاد تقرير لليونيسيف أن 6 أطفال على الأقل بيقتلون أو يصابون بجراح يوميا، مضيفين أن 934 طفل قتلوا حتى الآن و1356 أصيبوا بجراح منذ بداية الصراع قبل عام. دائما ما يتحمل الأطفال فواتير الحرب الباهظة، يتم تشريد حرمان من أبسط الحقوق الطبيعية وهي الحياة. كل معاناة أطفال اليمن حملتها 400 صورة بأحد المعارض للصور الفوتوغرافية. اختيرت أفضل 10 صور شاركت في المسابقة من 3 فئات، هي صور التقطها بالغون وأخرى التقطها أطفال، إضافة إلى 3 فائزين اختارهم مصوتون على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. هذه المسابقة عبارة عن مشروع مشترك بين منظمة محلية يمنية واليونيسيف. وذكر تقرير لليونيسيف صدر في مارس أن الأطراف المتحاربة في اليمن ضاعفت تجنيد الأطفال في الصراع، وأفاد التقرير أن 6 أطفال على الأقل يقتلون أو يصابون بجراح يوميا، مضيفا أن 934 طفلا قتلوا حتى الآن و1356 أصيبوا بجراح منذ بداية الصراع قبل عام. وفاز جمال التويتي بجائزة أفضل صورة في المسابقة. أنا بالنسبة لي لما فزت في هذه المسابقة يعني حزين أكثر من سعيد، حزين للوضع اللي وصلوا له الأطفال من هذا المستوى، يعني سواء اللي الصورة حقي تعبر عن الطفل العامل يعني اللي فقد أشياء كثيرة وبيشتغل علشان يعيش. سعيد لأني قدرت أنقل صورة الأطفال للعالم، صورة أطفال اليمن والمعاناة اللي يعانونها. الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على شفا الانهيار، حيث تتعرض مدارس ومستشفيات وخطوط الصرف لهجمات متكررة. وهذا صباح مستمر معكم، ولكن بعد موجز الأخبار. بعد موجز الأخبار، بعد الفاصل موجز الأخبار مع زميلتنا دينا إبراهيم. ابقوا معنا.